سجود السهو يرسى سجدة. أسباب سجود السهو ثلاثة يسجد يرسى سجود مكنياته صوصناته زيادة مجمر ونقص ما بدل وشك ما تراتل. لو زاد في الصلاة سهوا بصلاة لا يرستو بجمر الصلاة صحيحة صلاته يبقى. لكن لو تعمد الزيادة في الصلاة فالصلاة باطلة. يعني هذا الأخ قام إلى الخامسة في صلاة الظهر بظهر صلاة سجاد وندماتين قم برو قم وبعد أن قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال أبو علاء تيقن أنه في الخامسة ودام مستنيا معون ارقط أنيا ماذا يصنع من دنهم يسارا لابد يرجع مباشرة يجلس ودياؤه تزدالو من لو أكمل قراءة الفاتحة بطلت الصلاة إياه فاتحا بجر الصلاة يبلى شدتها. إذا لو زاد في الصلاة سهوا الصلاة صحيحة لكن متى تيقن الزيادة لابد من قطعها. سلادي راسته بجمر صلاته يبلاشم قل تزن دالو ودياوني من ملس. الثاني النقص في الصلاة. ولا تنياوك صلاة ما بوالي. لكن هذا ثمرة ضبط أركان الصلاة واجبات الصلاة. إيه تاريا صلاة يا واجبات النا فرضات رتبوا يا ماز وتيهن. لو ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فالصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن. فرد يا صلاة أركان وتشن كهون يتوو صلاته وركنا وصلاته ولو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا فالصلاة صحيحة ويسجد للسهو يا صلاة واجب لن يقترنا تشو علو كالنزي أرستو بيتاو صلاة صحيحنا ونقر قلمة أجينيا سجد لك مثاله تمثال نسي التشهد تشهد نسي التشهد تهيا نرسى نقول أي تشهد نسيت يتنيون تهيا نرسى قال التشهد الأول في صلاة الظهر بظهور يا مجمر يوم تشهد رسهم يعني. نقول متعمد أو كهنا ومرعب قال لا نسيت رس الصلاة صحيحة وتسجد للسهو هي صلاة حب العشم نقرقن سجد السهو متقنيا نسي التشهد الأخير في صلاة الظهر يا ظهور التشهد الأول رسع الصلاة باطلة حتى يأتي بالتشهد صلاة بلا الشال بتشهد قال أنا ناسي إني رسيت قلنا هذا وأنت ناسي لابد تأتي بالركن لأن الصلاة لا تقوم إلا بهذه الأركان صلاته عمل لهم لأن النجر كان ولها وبلن إن العلم نعم إذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن فرد دون يقدلو فرد يقدلو عيب قالتهم يعني فرد كان لتاو وإذا كان النقص للواجبات سهوا فالصلاة صحيحة ويسجد للسهو واجب كون يا قدلو يا صلاة ما استكاكيا يا سجود بمالك استكاكا لنتال برسا كون نعم الآن ندخل في القسم الثالث فوستن يوك في المدوة ما هو صلانو. الشك ترتالي الشك في الصلاة في الوضوء في كل العبادات ينقسم إلى قسمين ترتاري بصلاة هنا بوضوء هنا بتلاي ولا بدينا ولا تتكفل أن يكون الشك في داخل العبادة هذا القسم الأول عبادة ومكاكل مترات الثاني أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة أولى الدنيا وعبادة ونكور وتقرص لا ترتاري متعبد أي شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه من يوم تطاري
صلاة سجد وكتب سوين طموح ما نيوم عبادة تفسم أبو عالم مما تعبوته إنهم شكوا ودكروا تعبد من؟ من أنت قزالي تعبد الله؟ إذا لا تلتفت للشكوك لأنها من الشيطان الله اللي من قزالي ما تراتر يدك قال الله أكبر الله أكبر ثم جاء إليه الشيطان شيطان متى قال أنت متوضئ؟ أنت وضارقها وضارقها قال لا أدري أني علاقة أنت مين بالتر الطريقة بابا قال إيش رأيك نراجع أنا وأنت؟ إيش إيش وقلت؟ قال للشيطان ما رأيك نراجع أنا وأنت؟ أيوة متى توضأت وإيش حصل بعد الفجر؟ لا لا مجرد كبر كبر على أنه متوضئ لو قطع الصلاة وخرج فهو آثم إلا ليقين أنه غير متوضئ ما يخرج شيطان جاسلا لو يوطى الجبا مرقطنين وضوء على ما دربون كان أبوك بستقر توضأ ودخل المسجد وضوء ومسجد جبا وبدأ يمس الرأس والأذنين هل مسحت رأسي أو لا لو رجع وعاد الوضوء آثم لأنه توضأ انتهى الوضوء لا يرجع لا يعيد إلا ليقيم 100% رأسي أنت أقولين أبشو أنه على أبس وتنيني لو طلت طريق قبو إيه سو ما تراتر ما كمل يدبت خلاص ما تو على ما أبسون كلا رجع كتاب استكر لمن وضوء كاد الرجع أبسون دقبان وقت أني متحسر هذا صلى وبعد الصلاة قال أنا أشك 99% أنني لم أقرأ الفاتحة في الثانية صلاة سجد بوهالا نعطى السلامة بوهالا أني زتنا زتن جمتي كمتو زتنا زتن فاتحة نكرر وتمانا لو رجع وعاد الصلاة آثم تمدس صلاة المسجد يدبتر إلا إذا تيقن 100% لا يشك طرفة عين أنه لم يقرأ يمكن يعيد الصلاة لأن الصلاة انتهت ما توب ما تو لا لم أقرأته أرقت أين أكافون بستكر لمن صلاة أرض خلاص مفهوم إذن هذا القسم كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا من يوم تلتاية عبادهم كفس أما بوهلا بوتاية ستو حتى الثاني أن يكون الشك في داخل العباد قلت تنيو بالعبادة ومكاكلية ولا تلتاية مصلي شك ستو هذا ينقسم إلى قسمين لا هلت كفلا تلتاية كثير الشكوك تلتاية مرزات قليل الشكوك تلتاية مرز كثير الشكوك هذا لا يلتفت إلى الشك كل قدية تراتاري ودى ترتاري وبوتاين وبوتاين هذا يقول أنا دائما في الركعة الثانية أشك هل هي سجدة أو سجدتين نقول دائما سجدتين لأنك موسوس لا تلتفت إلى الوساوس أبدا عندنا سو بحري ولا بس سو عندك ولا تني وركع علي يهون نجار الصويا إيه صويا وسواس يبال شكر على بات لما الناس بتبوت على سطوع الجبر دائما بشتى قليل الشكوك قال أنا نادر ما أسجد للسهو مرة كل 6 أشهر مثلا أني عند عندك زيارة ترد عليه مما تبين حتى كسدستور عندك جميع كسر نقول الآن تبني على ما ترجح لديك عندك هذا السهو برقت أنياو في صلاة الظهر شك هل هي ثلاث ركعات أو 4 ركعات ظهر يسجد صوصتنا يسجد وغالبتنا يسجد وهذا نقول ما الذي ترجح لديك كان تذنب عنه ودعم بسهو ومتايو قال ترجح أنها 4 نقول اجعلها 4 وتسجد للسهو أي أفضل أنه قمتي أردتنا وعلى أردتنا لو نيازن الوالد قال ترجح لدي أنها 3 ويأتي بالرابع واسجد للسهو قال تساوى الأمران لم يترجح عندي لا 3 ولا 4 هنا يأخذ بالأقل
አምሳ በአምሳ ሆነበት ጥርጣሬው። ይሄ በቂኑ በትንሿ ያዝ፣ እዚያ በኋላ ሰይድ ተሰው አለበት። ጃአ ረጁል ለብኑ ዓቂል፣ እብኑ ዓቂል ኢማም፣ አንድ ሸህ ነበር እብኑ ዓቂል የሚባል ትልቅ መሪ። ወቃል ያ ኢማም እኒ አንገሚሱ ፊል የም ያዕኒ የድኹል ቢካምሊ ፊ إناء مثلا كبير أو في البحر أو في النيل مثلا. أني بكم بكم تلق وانزق بالله بلو طيق عشرو. ثم أخرج كذي أوطر وأظن أن مني شيء لم يصبه الماء كذي أوطر كسوات أقل صون نتيني ألك وبوتان دالة ترترادو. ماذا علي؟ بني لي من دنا تبني. قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. أني عند أنت لو صلاة لو بيا الجمنت بالوعد. لماذا؟ ده من دين. قال لماذا تسقط عني الصلاة؟ صلاة دي ثانية لأي سقطة وطيقة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. مجنون. نعم. صلاة كسوس سواش لي تنسوا الله تشوار تولو عن دنيا وردنا وأنت مدنها مثلا. فخيره بين أمرين. كولتنا قران دون ما اما ترك الصلاه او ترك الوساوس. وي صلاه انت وي وسواس انت وعرض معك. ماذا تختار؟ ما ان انت ما بعلي. ترك الوساوس ولا شك. يمتو يعني تطار يومته. سئل احد السلف. عند قدم تعاليم تطيقه. قال ما بال اليهود والنصارى لا تاتيهم وساوس في عباداتهم؟ يعني لا يوجد عند اليهود والنصارى سجود سهو ابدا، ما يوجد وسوسه عندهم. نعم. اليهود وتنا نصارى ترتاري لباتشو سجدتاتشو وسوسه لباتشو سجود سهو لباتشو من دونه قولوا تطيق. قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ اعمالهم خراب، ايش يصنع فيها؟ كيف يخربها؟ هي خراب، كيف يخرب؟ لكن أعمالك لأنها عامرة يريد يخربها عليك بالوساوس. يا الناس لب يتبلشوا، يتبلشوا من اللي يبلش مثلا. يا أنت لبكون أو متوه، متوه أنه يبلش من مثلا بلو ما دسوت.